اوكي، مرحبا، معكم راني. صرنا في القسم 2.6 من كتاب الويب جي ال. طبعا احنا هلا بدنا نشوف كيف نغير لون النقطة اللي كنا عم نرسمها بالكانفاس. تمام، هلا كنا عم نشوف كيف يعني صرنا نستعمل متغيرات من جافا سكريبت وكيف نمرق الداتا من خلال جافا سكريبت وكبسات الفارة او حي الله ايفنت ثاني. اوكي، هلا بالحاله يعني بهي اللحظه انت صرت لازم تكون عندك احساس جيد انه كيف الشادرز بيشتغلوا وكيف تمرق الداتا لهم من خلال برنامجك الجافا سكريبت. وخلينا نبني وخلينا نروح نبني او نبني على مفهوم فهمنا عبر انشاء برنامج اكثر تعقيدا اللي هو بيرسم نقط اللي الوانه ممكن تتغير حسب الموقع اللي بيكونوا فيه هن بالكانفاس. اوكي، فانت تعلمت كيف تغير لون نقطه لما طلعت على الهالو بوينت 1. اوكي، على الكود تبع الهالو بوينت 1. فبهذاك المثال انت عدلت على الفراجمنت برنامج الفراجمنت شيدر مباشره حتى تدخل اللون. اوكي، او دخل قيمه اللون نحو الشيدر. اوكي، فبهاي القسم خلينا ننشئ برنامج بحيث انك انت فيك تحدد اللون تبع النقطه من خلال جافا سكريبت. هذا الشيء بيشبه ما بيصير في الهالو بوينت 2 سابقا، بحيث انك انت كنت عم بتدخل موقع النقطه من خلال الجافا سكريبت على الفيرتكس شيدر. ولكن بهذا المثال الحالي هلا انت راح تحتاج تمرر الداتا للفراجمنت شيدر، لكود الفراجمنت شيدر، مش للفيرتكس شيدر. بمعنى نسكر كل هذا. افتح هون open recent. شوفوا هذا الكليكت بوينتس. اوكي، كان عم يمرق من خلال الفانكشن هون، تمام، مطرح الكليك بالحساب اللي عامله بهذا الحساب وين تنزل النقطة. اوكي، بجي الاترب فيرتكس هذا. اوكي، ينزل النقاط على الاري، وبعدين هون مثلا كان ينزل الاري، دخل فيهم الاري، وبعدين وين هون مثلا كان يعمل الاترب لوكيشن، يدور على المتغير اي بوزيشن بقلب الكود ويبعته. تمام، وين فوق على الفيرتكس شيدر. هلا الفراجمنت شيدر انا هون بدي يصير دخل بالفاك 4 لون النقطه. اوكي، بدي ادخل فيه لون النقطه. طيب هلا كيف نصير نعملها هاي بنفس طريقة هذا. اوكي، خلينا نفتح الكود فايل اوبن هون دوكيومنت ويب جي ال. نفتح الكلر بوينتس. تمام، شايف هو عم بيقول لنا هون اسم البرنامج كلر بوينتس. هلا فتحنا الكود واحنا. اوكي، طيب هلا شو بدك تصير تعين اللون من خلال متغير اسمه شو؟ جي ال فراج كلر. تمام، فبقول لك حتى تمرر الداتا على الفراجمنت شيتر انت بحاجه تستعمل متغير يونيفورم فاريبل. اوكي، بسموه بالانجليزي يونيفورم فاريبل. يونيفورم يعني نظامي. اوكي، كلمة يونيفورم كمان معناها ما بتغيرش كتير، ماشي على نمط معين. كمان ممكن كلمة يونيفورم يعني واحد لابس الرسمي تبع الجيش مثلا. اوكي، او الطاقم تبع طاقم الجيش، ف لانه بكون الطاقم واحد. عرفت كيف؟ لون واحد.
واستعمل نفس الخطوات اللي انت عملتها لما بتدخل متغيرات اتريبيوت من نوع اتريبيوت، ولكن هالمرة الهدف هو عندك الفراجمنت شيدر مش الفيرتكس شيدر. اوكي، فهات نشوف بالكود. هون مطرح الفيرتكس شيدر استعمل جي البوزيشن، فاخذنا من البوزيشن. طيب شوفوا كيف هوني يونيفورم فاك فور، لانه هون فوق صار اتريبيوت، هذا صار شو اسمه هون يونيفورم بالفراج شيدر. اوكي بالفراجمنت شيدر، فطبعا unsigned fragment color inside of vac4 بكون floats. اوكي وهون بعبي الفراج color. اوكي طيب وهون بنزل لتحت في الكود. طبعا احنا هسه احسن شيء نمشي مثل ما هو شارح لانه هو عنده اكثر. اوكي طبعا هو ضوع المناطق اللي فيها التغييرات. اوكي يعني مثلا هون جاب المتغير كيف بعته، بس بدل ما نسوي get attribute attribute location. اوكي هي get attribute location بالكود، وانا صار شو اسمه get uniform location. تمام من الكود تبع البروجرام تبع الشيدرز اوكي او الفراجمنت. اوكي بالفيرتكس شيدر والفراجمنت شيدر البروجرام كله تبعهم هدول مستعمل صرنا يونيفورم لوكيشن واتريبيوت لوكيشن. اوكي بنعينها كيفنا. لاحظ كيف هون يونيفورم فراج كلر عم بيعبيها بهذا الفراغ هون. تمام وبس عم بقول هذا السطر هالسهم على اساس انه هاي كمالي هون. تمام الساعة مع بالنص. وكيف انه ببعت الايفنت اي في. تمام وهون لاحظوا كيف بعتهم الفراغ كلر. اوكي بالكليك صار طالب مش بس الكليك بس انا بوزيشن والكانفاس، صار بعت كمان مع الكلر اللون نفس الطريقة القياسات هدول. تمام وين بنزل وين بتنزل النقطة. هلا الجي ال كلر بيفتح مثل ما بيفتح الجي ال بوينتس في عنده جي ال كلرز. اوكي بزيد البوينت اب. اوكي هلا هلا هون بس عامل هيد فينجاي هون هيك من عنده. اذا كان مثلا الاكس بين الصفر يعني بين اصغر من صفر والواي اصغر من صفر اوكي يعني جاي من تحت. تمام من تحت وعلى اليسار. اوكي من تحت على اليسار بتصير تستعمل الكلرز بوش بتزيد هاي الالوان. تمام الاخضر غير شيء بتحط احمر. تمام اذا كان كمان هي عم بستعمل اس اف هون بالمره يعني اول شيء بلش من هون احنا غلبطنا بلش من هون. اوكي اذا كانوا بوزيتيف يعني جايين من فوق على اليمين اوكي حطهم اخضر. اذا جايين من تحت على اليسار اوكي في المقابل حطهم احمر عفوا احمر من فوق على اليمين من فوق من هالجهه هيك راح الفار عم تشاور بتصير شو اخضر. واي شيء تاني منطقتين اللي من هون ومن هون بصيروا ابيض. اوكي وبس. اوكي فبستعمل جي ال كلرز بوش حتى يعمل هاي الاريز. اوكي هلا طبعا هاي النقط استعمل الطريقه السريعه البوينتس والاري تبعها نفس الشيء جي ال كلرز. اوكي وهلا هون بحط المكان بوزيشن تبع كل نقطة وبنفس الوقت بيعبي لهيدي النقطة اوكي بالفراغ كلر بيعبي لها اللون تاعها. تمام وبعدين بيرسم النقط بدرو اريز. اوكي الشي يعني هو بيستعمله يونيفورم فاريبل. تمام
فبقول لك انت يمكن تكون يعني بتتذكر كيف تستعمل اتربيوت فاريبلز حتى تمرق الداتا من الجافا سكريبت للفيرتكس شيدر. اوكي، لسوء الحظ الاتربيوت فاريبل هو متاح فقط في الفيرتكس شيدر، فلما بنستعمل الفراجمنت شيدر انت مضطر تستعمل يونيفورم فاريبل، اوكي، مش اتربيوت فاريبل. وفي آلية مرادفة أو بديلة متغير يعني varying variable اوكي، في varying variable هون اوكي، مثل ما في uniform variable كمان في عندي varying variable اوكي متغير هون. هون هذا اسم القيمة بتتغير في اسم القيمة ثابتة هون uniform ثابتة اوكي، ولكن هي معقد اكثر فانت ما حتستعملها حتى توصل للفصل الخامس اوكي. فنحن هلا بس عم نستعمل القيمه الثابته اوكي. هلا لما انت يعني نحن لما اول ما فرجناك التريبيوت فاريبلز انت شفت كيف اليونيفورم فاريبل هو متغير لتمرير يونيفورم داتا، يعني الداتا ما بتتغير اوكي، معلومات بتتغير ما بتتغير من الجافا سكريبت لكل كل النقط اوكي، او كل الفراجمنتس بالشيدر اوكي، لكل البكسلات يعني كل النقط بقلب الكانفاس اوكي، او كل البكسلز بقلب الشيدر اوكي. فخلينا نستعمل هاي الخاصيه اوكي. فاليونيفورم فاك فور شو معنى يونيفورم؟ شو يعني فاك فور؟ شو يعني يوفراج كلر اوكي؟ قال لك هذا يونيفورم انه ستورج كواليفاير كيف طريقه التخزين بالرام، وهون عندك النوع يكون فاك فور اوكي، والفاريبل نيم هو بنحطه بعد منه اوكي. هلا هون بالمثال اللي عندنا اياه المتغير اليونيفورم اللي هو اسمه يوفراك كلر هو مسمى بالنسبة للجي ال مسمى على اسم الجي ال فراك كلر اوكي، لانه انت راح تعين هذا اليونيفورم فاريبل للجي ال كلر بعدين اوكي. اليو معناها اليو معناها هون بالاندرسكور هاي من الاسم كله معناها انه هذا المتغير شو يونيفورم اوكي، اذا انت بدك تمشي بنفس النمط بالتسميه تمام. فاحنا متفقين ببلش ب A بيكون A اندرسكور يعني اتريبيوت، اذا بيكون ببلش ب U اندرسكور بيكون يعني يونيفورم اوكي. وانت انت لازم تعين نفس الداتا تايب لليوفراج كلر تبع الجي ال فراك كلر، يعني جي ال فراك كلر عنده تايب، انت باليو فراك كلر لازم تستعمل نفس التايب نفس النوع اوكي للمعلومات، لانه انت فيك تحين نفس النوع من المتغير من جي ال فراك كلر، ولذلك انت فيك تستعمل جيو فراك كلر بسطر 13 كما يلي. فيك تستعمل هيك طبعا، هو عم بحط الزوايد هذول، هاي اول جمله زائد ثاني جمله عادي مثل نفس طريقه الكود اوكي، وهذا هو كود المتغير تبع اليو فراك كلر، فطبعا لازم يعبيه بالفراك كلر هون تمام. فلاحظ انه على السطر 12 عندنا هون اوكي بيحدد مجال ودقة المتغيرات عبر تحديد عبر استعمال precision qualifier، هذا precision qualifier اوكي. في هالحالة انه هذا precision يعني الدقة اوكي، بحدد الدقة اوكي، بهالحالة هو medium precision يعني دقة متوسطة اوكي، اللي حتى نحكى عنها بالفصل الخامس اوكي، كل هدول بعدين رح نحكي عنها بس لازم نحطهم حاليا هلا اوكي عشان يمشي الشغل تمام. سطر 15 بعين اللون بالمتغير اليونيفورم اللي هو يو فراك كلر للجي ار فراك كلر، واللي هو بيأدي او بخلي النقطة لتنرسم بشو ما كان لون انبعت اوكي. انت بحاجة
يعني تجيب هاي او تستحضر هذه ال تستحضر مكان التخزين تبع المتغير شو ال UGL flag color لما بتكتب الداتا على المكان داخل جافا سكريبت. اوكي هلا كيف بنجيبه؟ طبعا احنا شفنا الفانكشن اللي هو get uniform location، تقول له البرنامج مع الاسم اوكي وكاتب لك البارامترز والايرورز اللي ممكن تطلع. اوكي invalid value ولا invalid operation نفس الشيء. اوكي هو نفس الكود تبع الاتريبيوت، يعني ما في شيء. اوكي نفسه هو. اوكي بس هذول لمين؟ ل هون عم نحكي بس لـ uniform location. هلا بدنا نعبي داتا لليونيفورم فاريبل. اوكي كنا عم نستعمل جي ال فيرتكس اترب. اوكي ونعبي هذا. هلا صرنا نستعمل يونيفورم فور اف او يونيفورم فك هذا. اوكي في عندنا هون جي ال يونيفورم فور اف عشان تعبي للمطرحه بدك اياها بالرام. اوكي مثلا هون عندنا يو جي ال فراغ فور وبنحط الارقام كلهم تمام تبعية الالوان. اوكي فاول لون تاني لون تالت لون قديش بيطلع. اوكي وهو وين ما بطرح ما بيك بس بحط اللون اللي بده اياه. اوكي فمثل ما حكيت لكم هون على الاحمر عم بحط هون على الاخضر هون وهون بتركون على الابيض. اوكي حسب الكود هو هيك عملها، مش معناها انه اجباري تمشي هيك، انت لون كيف ما بدك تمام حسب قصة الفاره. اوكي وممكن يكون عندك يونيفورم 1F 2F 3F 4F. اوكي فهيك بتكون عم بتعدلهم او بتعبيهم كلياتهم بهذه المطرحه من الرام لهذا المتغير. اوكي وبس هيك بنكون نحن تعلمنا بالفصل الثاني كيف نخلق نقطة على الكانفاس وكيف نكبس بالفارة ونحط نقطة بالمطرح اللي بدي اياها، وهيك كمان صرنا كيف نفس الوقت ما دام عم نحطه نفس المطرح ما بدي اياه صرت بغير المتغيرات تبع الفيرتكس شيدر او تبع الشيدر كود. اوكي وصرنا كمان نفس الوقت نبقى شو نلون على كيفنا بالمطرحة اللي بديها تمام. وهذا كل شيء للفصل الثاني. نشكر متابعتكم. سلام.